ودلوقتي احنا في شارع فيصل اريزونا، وحصلت حادثه جامده يا جماعه. الراجل خد الموتوسيكل في صدره وقع على الارض، الراجل شكله مات. تعالوا نروح نشوف جراله ايه، تعالوا نقف دقيقتين ونرجع نشوف الراجل ده. واحد بكلب كمان، وواحد بقطه، وفي واحد ميت. خليها، ما احنا راجعين يا عم، ما تقلقش. الحراميه مش طالعين يجروا يعني. خدنا انا كمان، خدنا احنا كمان ولا ايه؟ ده اتنين مش واحد. طبعا اسمه بولاق. هما الاثنين قطع النفس ازاي؟ ده خبطه محترمه. الاثنين كانوا راكبين مكان. وما ينفعش حد يشيلهم دول يكونوا ميتين. طيب يا جدعان، ده الناس وقعت قطعت النفس. محدش يقدر يشيلهم، اتصلوا بالاسعاف. لو شالوه احتمال يعني، لو حد عنده ارتجاج ولا حاجه هيموت. موتوسيكل كانوا راكبين موتوسيكل. العربيه مشيت او العربيه دي باين عربيه خبطت موتوسيكل، وقعوا في الارض الاثنين باين. لا مش الميكروباص، الملاكي. ما خدتش بالي ولا ده في ثواني، ما مش حادثه جامده يعني. قوام اهو، قوام اهو، بيقوم اهو. ممكن هم واقفين اهو عشان عاملين حدود بس. Thank you.
هو جايب دم من دماغه. والله هم ممكن مغمى عليهم ممكن ميتين يعني احنا مش عارفين. واحد ولا اثنين؟ اثنين. اه يا محمد ايه عملت يا ريس؟ ليش هو الواد ده اللي خلصان ده؟ على ابو الاغبياء التخين ده هو اللي خلصان. اه التاني فاق. تعالى 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 تعالى. التاني كان بينزف من دماغه. لا لا من مناخيره عادي. مناخيره؟ ارتجاج. عنده ارتجاج ده. ارتجاج في المخ. لكن التاني ده نبضه خفيف قوي ممكن رقبته تبقى مكسوره. الله انا ريس واحد. لما تيجي الاسعاف بقى لسه كل ده ما جاتش الاسعاف. ودي اخرة الجري بالموتوسيكلات يا جدعان. هو كان طالع من هنا وطيره ولا لا؟ كان بياخد غرزه ووقع. انا ما شفتش بقى اتخبط ولا لا. خش خش ما تعرفش يطلع كده يا ابو ده نايم خالص. اه امال ايه ده خلصان وقلبته كده هي اللي غلط. مفروض ولا ايده ولا رجله دلوقتي خالص ولا ما يتعدلش عشان يا عم الشعب المصري شق السما. لازم يعملوا دكاتره ويعملوا مهندسين والله. هما مش عايزين يحركوه عشان خاطر ممكن يكون عنده اسعاف جات اهي. اسعاف جات اهي. يلا 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 يا عم خش. طب ما الزحمه دي خليهم مش عارفين يمشوا. الاسعاف جات اهي. اه جات اهي. مش تبعنا. مش تبعنا ايه؟ بالعافيه يا عم. يلا ركبوا ال اهو جري اهو. ايه ده الحكومه جريت الاسعاف جريت سابتهم. هتعمل ايه؟ ما مش واخده حاله. معاها حاله يعني؟ دي خناقه ولا حادثه؟ ده حادثه موتوسيكل. اهم حاجه يا محمد اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا واحنا راكبين الموتوسيكل. طب وبعدين هيجيبوا للناس دي اسعاف منين دلوقتي؟ ما اتصلوا هيبعتوا لهم. ما اتصلوا بس الاسعاف يعني ممكن على ما تيجي يكون الناس دي فاضيه. يلا يا طلع طلع طلع. ما اعرفش يعني طلع. اه الواد التاني ده لازم يروح المستشفى. قول لهم لازم يروحوا المستشفى يا عم. هو اتنين راكبين على مكنه بص بياخد غرزه من عربيه بس هي العربيه يعني ممكن تكون من غرزتهم خبطت مثلا فيهم راحوا هم نايمين في الارض بس هي ما كانتش سرعه جامده يعني ودربكه وبتاع. واحد بيعدي يعني واحد واحد بيعدي واحد بياخد غرزه الموتوسيكل خبط الموتوسيكل خبط. اه بس كده. انتوا قدام شويه عاملين زحمه هتعدوا العربيات ازاي وانتوا عاملين زحمه يا جدعان؟ صح صح يا محمد. يعني احنا شفنا موتوسيكل خبط واحد. ايوه هو الموتوسيكل هو الموتوسيكل اللي كان عليه الواد التخين ده لما وقع وقع خبط الرفيع. ايوه ده لما وقع بالموتوسيكل وقع على راسه. تعالى نقعد يا طه عشان ابص يلا بتاع الناس ده. للاسف ما جاتش اسعاف لغايه دلوقتي. وقلبته على ظهره المفروض يسيبه زي ما هو. تولاه وبكده الحادثه خلصت.
على ان الاسعاف ما جاش. جرى له حاجه بقى في الرمله دي؟ والله ده هما موتوسيكل والاثنين اتشقلبوا في الارض ولا بقى. نفس ولا نبض. ربنا يجيبها سليمه يا رب. يشفيك. والاسعاف ما جاتش. المفروض تيجي هوا. ربنا يسترها يا رب. الموتوسيكلات دي اخر من الموتوسيكلات. اللي بيمشي بالموتوسيكلات غباء. الواد خد الكراسي باين لي. نارك ابيض والميه. انا نهار ابيض بوظتوا لنا القعده. طب ايه طيب؟ ده احنا بنتفرج على الحادثه وجايين. ودلوقتي احنا قاعدين على شارع فيصل. انا انتظر الحادثه لما تخلص. لما الاسعاف مش راضيه تيجي يا جدعان. شوفوا توقيت الفيديو اتفتح من ساعه ما الواد اتشقلب يا عيني بالموتوسيكل. شوفوا احنا بقالنا مع بعض في الفيديو دي 11 دقيقه. احنا كده عايزين. ما الواد اتصل قدامه وحط رقم التليفون وبتاع. لا شويه مش وقت جنينه لما نروح هناك الجنب. ماشي. ودلوقتي احنا عايزين نعرف. احنا في غيرنا. احنا قاعدين بنتفرج على الحدث اهو من بعيد. ودلوقتي الحدث الناس واقعه في الارض ميته والاسعاف لسه ما جاتش. احنا في انتظار الاسعاف. وده ياكد لنا ان الحدث ان لما يحصل حد يجرى له حادثه احنا هنعرف دلوقتي قد ايه التوقيت اللي الاسعاف هتجيله فيه وهتنقذه من الموت الشنيع. وادي اهل الولد اللي اتخبط جم كمان بيرقعوا بالصوت. واللي خبط طبعا الاتنين واقعين ميتين في الارض. والصريخ ابتدى. انا مضطر اروح اصور تاني. عايزين نعرف الصريخ ده لمين فيهم. اللي خبط ولا اللي اتخبط. وطبعا زحمه فظيعه. الشارع كله فتاهين. اللي يقلبوا الواد على ظهره واللي يشيله في التاني ولا بقى بيقولوا هيجي له ارتجاج في المخ ولا يقولوا هيموت. والاسعاف جريت وثابته. واحنا قاعدين منتظرين الاسعاف مش عارفين هتيجي امتى. الشارع كله واقف بيتفرج على الحادثه. لكن اللي بلغ والباقي برضه بيتفرج وبيمشي الطريق. شعب جميل ولذيذ بيمشي الطريق لما بتحصل حوادث. ودلوقتي بقت المشكله مع كل اللي ماشيين بالعربيات بيتخانقوا معاهم. طب انا ماشي بالعربيه واحد عامل حادثه. طب ادوني سكه عدي يا جماعه. طب الاسعاف تيجي بسرعه مثلا. طيب ادينا دلوقتي في الدقيقه 13 وهو انا تقريبا فاتح الفيديو في اول دقيقه لما وقعوا وانا بعدي الشارع. فطبعا دلوقتي احنا في انتظار الاسعاف. ويا جماعه لما يحصل حادثه في شارع يعني يا ريت يعني بلاش الفاتي اللي انتوا عاملينه ده. بص يعني لسه ملمومين على الواد يا عيني. سايبين العيلين مرميين في الشارع وكل اللي عملوه انهم قلبوه. طب سيبوه واقع على ظهره دي على وشه ولا ايه؟ فطبعا يعني احنا دلوقتي بنقول يا جماعه اللي يحصل له حادثه المفروض نمشي الطريق. هنقعد نتكلم يا حبيبي بس نشوف الاسعاف هتيجي امتى. اقعد 10 دقايق يا رب تيجي في ربع ساعه بس ولا حاجه. ده الناس دي ممكن تموت كده يا اخي. ما اكيد ده هيحصل. طب اقعد وانا هفضل فاتح كده الفيديو لحد لما الاسعاف تيجي. اقعد هنتكلم. مش هتيجي الا بعد ساعه ونص يكون العيال دي ماتت. ايوه يا نهار اسوح. ساعه ونص الطريق زحمه. انت شايف الساعه كام معاك دلوقتي اصلا؟ ثانيه واحده. 12 الساعه دلوقتي يا جماعه. كمان نص ساعه كده. ثانيه انا افتح بس الفلاش. الساعه دلوقتي الله قالوا نص ساعه. كام الساعه؟ الساعه 12 بالظبط اهي. الساعه دلوقتي 12 بالظبط. وهم دلوقتي بقى لهم ربع ساعة يعني من 12 إلى ربع. وطبعا احنا في انتظارهم ان الاسعاف يجي ولا اي حد يجي يلحق الناس الميتة دي. وللأسف لغاية دلوقتي طبعا الباقيين جايين. اللي بيسأل بقى في ايه وده بيشاور وده بيعمل. والشارع بيزيد التكدس بتاعه عشان الحادثة. وشارع فيصل يا جماعة 12 بالليل واقف اهو. والناس ميتة في الأرض. والباقيين شغالين اشرجيه مرور. فجاه الشارع كله تطوع انه يمشي الطريق.
لكن في بقى هنا صوت اسعاف اهو، ربنا كريم والاسعاف يجي. احنا سامعين وي 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 اهو، يا رب بقى يا هادي. استنى استنى استنى، للاسف ما طلعش اسعاف، انذار كاذب يا اولاد، والناس لسه ميته. نحاول نروح نشوف الاموات دول لسه، يعني ايه اللي حصل بالظبط. نعدي تاني، خليكم معايا. انا مش عايز اموت، انا مش عايز. لا اله الا الله، ما امشي غير الواد الاولاني بس. طب كويس، جه من شرطه اهو، هيمشي الطريق لحد لما الاسعاف تيجي. حلو جدا، ده هو كده بالظبط بالظبط، بقاله 16 دقيقه اهو، ما انا فاتح اللايف من اول ما الحادثه حصلت. 16 دقيقه اما نشوف، يا رب تيجي. عدت اسعاف من شويه كان الظاهر فيها حاله، ولغايه دلوقتي لسه برضو الاسعاف ما كرمهاش ربنا وجت كده. دخلنا في 16 دقيقه ونص، ويا رب تعدي والناس دي تتلحق قبل ما تموت. هو يا عيني الواد التخين ده اللي كان سايق المكنه ده اللي اداش من خالص، هو حد خبطه يعني، هو كان بياخد غرزه اتزنق في بوز عربيه وواحد معدي، راح واخد اللي معدي وهو والاثنين ناموا في الارض بقى. فطبعا اللي اتخبط الواد الرفيع اللي في الاول ده، قوموه اللي كان بينزف دوت. اللي اهله كانوا بيصوتوا لان هو ظهر ان هو من هنا. الولد بقى اللي هو المليان ده، هو ده يا عيني اللي كان سايق ده. بالسلامه يا قلبي، ما تعرفش ايه اللي جرى له، لغايه دلوقتي هو واقع. سواء كان واقع على وشه، هم قلبوه على ظهره، المفروض ما يقلبوش على ظهره. وربنا كريم، ونشوف بقى الاسعاف هتيجي امتى. احنا لسه فاتحين صوتها بس مش عارف فين، ما هو بتطلع في الاخر استيريوهات بتاعت عربيه. تقريبا ايه، والساده الامنه دلوقتي بيمشوا الطريق، والواد يعني ميت لسه واقع، ما تعرفش بقى ميت. دخلنا في الدقيقه 18 ولسه لغايه دلوقتي الاسعاف برضه ما جاش. انا عايز اعرف بس الاسعاف بتيجي اللي بيعمل الحادثه بعد قد ايه، مش اكتر ولا الموضوع صعب يعني. المفروض تبقى في كل نقطه هنا قريبه، المفروض 5 دقائق كبرهم. لا 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 لا، حادثه حادثه، انا عارف اتفرج عليها من اولها. حادثه؟ اه حادثه، ده حاسس اللي هو التخين دوت اللي واقع في الارض ده، خبط واحد كان معدي رفيع وبياخد غرزه من هنا، فالاثنين نزلوا في الارض. الاثنين نزلوا ساكتين، الواحد اللي وقع رفيع ده الاولاني اللي هو اتخبط ده، نزف مناخيره وبتاع وموت قاعد الناحيه الثانيه. اللي وقع على الارض اللي كان سايق ده هو اللي ميت خالص، ده لسه هو بيفوقوا فيه، لكن اللي في الارض ده يعني اللي واقع خالص. أو الصباح ما فيش اسعاف، ده اللي جه ونش يا عم، ده طلع ونش، جابوا الونش عشان يفضي الطريق عشان الاسعاف تيجي. ودلوقتي احنا في الدقيقه والله فيها 19، الونش جاب اسعاف. اه بالظبط، احنا الونش جه يا جماعه عشان يشيل القتيل، يشيل الموتوسيكل. الونش جاي يشيل الموتوسيكل عشان الموتوسيكل عامل اشغال في الطريق هناك. انت فاهم الحوار؟ يعني لما بيشيلوا الموتوسيكل ممكن يكون هو اللي عامل اشغال. والله دي حاجه مسخره، وربنا يستر. يعني الواد اهوت نايم في الارض اهوت لغايه دلوقتي، ربنا يسترها عليه يا رب. هتكون عنده غلطه سكر، مصيبه، لا يكون مات ولا رقبته اتكسرت وعدلته دي غلط، يموت. كان حد صدق العربيه والله لو اتحط في عربيه كان ابرك. كان اول مصطفى انت في مصر يا عم، دلوقتي اللي بيروح لحد يعني، دلوقتي لو واحد ابن حلال خده راح بيه لحد المستشفى هيقولوا له اقعد، هيقولوا له اقعد لما نبقى نشوف قصته. يا رب الاسعاف تيجي يا جدعان والله.
والصحابه يا جماعه كل ده الواد واقع في الارض حرام والله حرام دخلنا في تلت ساعه يا ريس 20 دقيقه عشرين دقيقة والراجل واقع زي ما هو ايه يا حبيبي والله حاجة غل اقسم بالله قوي بلدي ما تلت ساعة وال 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 والونش جه قبل الاسعاف وجه جاي ياخد المكنة جاي ياخد المكنة بقى وبتاع وخلي الجثة مرمية لما نشوف الصيطة ايه ما بيتصل على اهله شوف معاه تليفون بتاع هو يعني لك كل ده مرمي في الارض جامهم سودا دلوقتي بقى ايه كل اللي نقدر نكسبه من الموضوع ده ان الولد نايم في الارض زي ما هو بس الشارع بقى مليان همنا وونش يا سلام بس مفيش ولا عربيه اسعاف مشوا العربيات والواد واقع في الارض عربية الإسعاف فين ما نعرفش خش 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 اهو يا ابني ما بايت كده احنا 21 22 دقيقة في إسعاف الناحية التانية يا رامي لا لا الموضوع بدأ يطلع فيه صدق الاسعاف حلو جدا الاسعاف جت في الدقيقه 22 يا جماعه الشارع كله بيوقفه والأمنة والدنيا هو راح فين؟ ساب الجثة ومشي ليه؟ الناس دي قاعده بتعمل فيه ايه انا مش فاهم هم بيعملوا فيه حاجات غريبه هم بيعملوا له ايه هم قاعدين بيعملوا له حاجه في مناخيره طبعا هو لو ما ماتش من الحادثه هيموت من قله الهواء من كتر الخنقه اللي هم خانقينها له مش عارف كل ده والله فين احمد جمال يا مهناج ايه ده هو
صعبة. بس برضو حاجة كويسة يعني الإسعاف جت في نص الساعة كويس. وسط الزحمة دي حلوة أوي. ربنا يتولاه. خلاص يا عم خدت نص ساعة يا محمد، خدت نص ساعة بالظبط. بس يا عم دينا جه وبكده الإسعاف خدت نص ساعة على ما شالوا الراجل الغلبان واللي كان معرض للموت، الله أعلم مات ولا لأ، بس هو يعني كان متبهدل خالص وربنا يتولى بقى. أكيد دول هيطلعوا على مستشفى الهرم دول يا محمد صح؟ لأن ده شارع فيصل أريزونا، حبينا نوريكوا اللي احنا بنشوفه معانا، ودي آخرة ركوب الموتوسيكلات والجري بتهور، مع انه ما كانش بيجري سبحان الله، يعني كان واحد بيعدي الشارع بس بيعدي بغباء، يعني بيعدي من غير ما يبص جنبه. وده يخلينا يا جماعة لما نعدي الشارع لازم نبص يمين وشمال وفوق وتحت ورانا وقدامنا، يعني لازم نلف حوالين نفسنا قبل ما نلف الشارع، قبل ما نعدي الشارع، لان الشارع دلوقتي بقى خطر والازدحام بقى خطر علينا وعلى اطفالنا. بس نص الساعة ديت توقيت قياسي ولا توقيت وحش يا اخ محمد؟ ايه رأيك؟ ممكن يكون واحد بيموت. حلو والله بجد نص الساعة ده كويس؟ كويس. على ان حادثة في وسط الزحمة دي تتلم في نص ساعة؟ واسعاف تيجي وبتاع، كان في اسعاف قبليه بس الزار كان معاه حالات عشان كده طالع يجري اصلا، ما انا صورته برضو. الف سلامة على الراجل اللي مات والراجل اللي عايش، الف سلامة عليه برضو، ربنا يرحم اللي مات ولا ايه، وربنا يرقف باللي عايش، وان شاء الله ناخد بالنا كلنا يا جماعة وما نشوفش الحوادث دي في الشوارع بتاعتنا تاني. سلام واشوفكم في فيديو جديد.